فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أشتري لصاحبي سيارة يريده؟ هل يجوز لي أن أشتري لصاحبي سيارة يريدها، أشتريها بالنقد ثم أقسطها عليه بفائدة؟ إذا ملكتها ملكا تاما يجوز أن تبيعها عليه بثمن حال أو مؤجل، ما في بأس. الشأن أن تملكها ملكا تاما ثم تبيعها عليه إن شئت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.